نذكرها بعد هذه الكرة والركلة الركنية الأولى التي تأتي لصالح المنتخب السنغالي. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، محاولة وكرة ملعوبة خطيرة. الكرة ركلات المنتخب السنغالي، محاولة المرور والتقدم للأمام، كرة واحد اثنين والثالثة وين العرضية ملعوبة داخل منطقة. ركلة ركنية لمنتخب السنغال، كرة تلعب داخل منطقة الجزاء والرأسية. ثلاثي خط المقدمة، المتابع لمنتخب الشباب يرى ما قدموه من مباريات ماضية، يرى أداء كبير للأمانة ما قدموه من مباريات ماضية. كثير من هذه الأسماء طبعا انتقل للهلال مباشرة، ومنهم من انتقل للمريخ، وذلك مع خطأ حاضر أمامنا لصالح منتخب السنغال. وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء الرأسية، تمر مباشرة وراية التسلل، راية التسلل، يعني يمسك الكرة وينقل على أقل تقدير خمس نقلات متواصلة. هذا الأمر تدريجيا نتمنى أن يحدث بإذن الله. انطلاقة أمامية ومحاولة لكرة عرض ما بين الشوطين، لابد أن تكون له كلمة بكل تأكيد لزيادة التركيز من جانب عيد. انطلاقة أمامية ومحاولة مرت مباشرة، انطلاقة للأمام وكرة ملعوبة، مرور داخل منطقة الجزاء ومحاولة التقدم، التمريرة ملعوبة والبحث عن تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب. أمر بعد ذلك والتسديدة، ولكن مرت أمانا وسلاما على المرمى، على مرمى محمد النور أبوي. رمية تماس لمنتخب السنغال للبديل دومينغو، نقلة أمامية ومحاولة للتقدم، مهارة بصورة جميلة جدا، وإشارة إلى وجود خطأ. حاول وكرة داخل منطقة الجزاء، تلعب مباشرة للكرة الرأسية وإلى حارة أمامية. كابو يلعب الكرة في الأمام، ولكن تعجل من جانب كابو، تعود مباشرة محاولة المرور والانطلاقة. هنا أمامنا كريبين يتقدم للأمام، محاولة سرعة الانطلاقة والكرة العرضية، ولكن ممتاز عايد الكرة مباشرة لمنتصف الملعب مع كريبين وتمريرة للأمام داخل منطقة الجزاء. هنا البحث عن كرة عرضية، مازن في إبعاد الكرة، مازن مصطفى، العرضية ملعوبة، وهنا المحاولة لكرة رأسية، مصطفى الفادني تمر وتعود للقائد، الآن يحاول استخلاص الكرة، لعب في الأبيض ليس للملعب وحسب، ولكن لأن المباراة دائما ملعب المباراة نادرا ما تجد مكانا فيه، يكتظ بتشجيع وتفاعل كبير جدا وحماس بفردية مقدم، لعبة لاحت لمنتخب السودان. يا دوب نتكلم عن لعبات طائشة، ولكن تأتي الصورة معاكسة الآن بهذه اللعبة، ولكن مرت بعد ذلك واصطدمت بالمدافع، لعبة من اللعبات الخطيرة. تمريرة هنا أو ركلة حرة مباشرة عفوا، تلعب مباشرة داخل منطقة الجزاء وسهلة اللي محمد النور، مات وفرط فيها منتخب السودان. تمريرة ملعوبة وكرة تلعب مباشرة، حاولت التقدم، تغيير اتجاه اللعب،